رقم 0 ونقراني سمعتنا جيشيت النهار 24 في المبادرة الثالثين. طبعا خميني مشى نهار شي الحركة من أجل الحكم الكبير نهاري جريج الخطوة تجد مثلا ربما وصلني كحلقة في سلسلة مجموعة من الخطوات النضالية تسمها هي الحركة من أجل الحكومة التغييف. فصباح نهاري راه غنجي نمرقي نمرقي ومرسون بالدرجة الأولى يرجع لقاء تواصلي لقاء يتماثل زي كناريو بالضبط حزب البديل القومي الكناري رجج النقاش جن الأخ ورد جن تبادل الأفكار جن من توقعان كناريا من توقعان جاريف استاذ مثلا بما رجج لقاء عام عرفان بالضبط من هنا الحزب وانتين من يزو ما يمدي خرق الخطوات اللي قال المراحل الناس طبعا تحمش نعاود ثاني نسيورس خاريف المشاكل نعرف نسيورس خمين تحنا المار اللي الحركة من أجل حكومة نعرف ثمين درزو زي الحركة ثانيتين تأسيسي الناس إلى آخره ثمين درزو شرح مجموعة من 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 الأفكار إلى إرد جنت غاس مثلا يتسران إرد سران ثنين خاريف يتسران في الحركة ثانيتين الحركة من أجل حكومة نعرف ولكن إلى غاس مجموعة سكسان نجاوب نعرف خيس سكسان اللي في طيس تفاصيل بكل صراحة يجيز نبقى متميز جدا من هي إرن رزو هذه اللي الحركة من أجل الحكومة التغييف ما لي إنترزوز بمز قالوا لأن نتحاول ما أمكن أن نلقى آفق مجموعة من التنظيمات في حركة الجن أجنبية أرجع كنت غبارة يعرف ربما ذي بعض الخواص المشتركة يعني كاطلاع تجاري لأنه لتطوير أي حركة سياسية معينة مخملية يخص ضروري جن اطلاع تجاري للجن غبارة ربما دايرين القواس المشتركة زي كنت سنافد ربما دايرين الأفكار الجديدة غادايرين كإضافة نوعية شنو أخص نعتمد أخص 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 نخدم أخص نخدم هو المهم تغيما إجن الاستفادة ثانيتين وغمو أكن نقوم زيارة ويجي زي نقا سبحان أنه تبادل داك الأفكار ناس سي وصل شنين لي ميساج نبازوهم يكسي يفهم التصور نسفع ناس التفاصيل التصور الحركة من أجل حكومة الريف أمو خنفهمش نعاود ثاني من على البديل حزب البديل القومي الكناري في كناريا وطبعا السيورة نخ تجارب نظم لجن تجارب ربما ممكنش نتنيني أمازيغية في كناريا من الزون العلاقة مثلا المتوترة في إسبانيا إلى آخره ما نناقش ذاك بالتفاصيل وبليس كوسا أنه نحاول ما أمكن أن نحدد إجن برنامج أذيري إجن عمل ثنائي إجن عمل مشترك مع غالا هذه اللي مستقبلنا ونكلف مثلا ندوسي معنا زي زي كان رينا ونسيوخ ما نهي التفاصيل نحدد انه خاصنا نحدد عاص بالضبط ربما دي نديرين تين تيرين بوفود راح نسجي عارف كان ريا الاخر مهم انا ياس التفاصيل نحدد من بعد خاص 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 السيور ثائر جيج خطوه مهمه في التاريخ النظامي الحركه من اجل الحكم ديال اللي لقيت نهارها ومن بعد طبيعه الحال نكمل الى دين اجن الاجتماع أعضاء المكتب السياسي الحركة من أجل حكومة التغييف الاجتماع بطبيعة الحال يوجد ظروف معينة نقش داكس مجموعة من المستجدات السياسية من الجانب يعرف من الجانب ضروري خاص نبدل لأن الحركة من أجل حكومة التغييف من العادة نغشي من العادة المناضلة أننا نتوكل أي مستجد بترك المستوى أي حدث انه مفروض حمل لانه حركه سياسيه مقصود نلقى حركه سياسيه سجن مفهومين شامل لانه خصنا مفروض حمل ان نواكب اي مستجد اي تحول طريق انت ريك المستوى اذا نناقش المستجد اللي توقع بيعرف نناقش كل شيء ربما واحد اخر مستجدات اللي توقع مثلا في المغرب لا مغالس اذا ما صغير شمال افريقيا مجموعه المستجدات اللي تنبع عندها اعتبار سيولا نناقش لك التفاصيل وكتازي ما نحدد أربعة خطوات هذه في المستقبل ومن بينهم هذه رجل النسخة الثانية من لقاء السياسي الصيف اللي توقع العام الجاي لازم نزوم رجل النسخة الثانية تري مع 16-17 تري جنيفا وبليس بوسا نحدد مجموعة من لقاء التواصل هذه في مجموعة في مدان وإضافة أنه يمكن تنسيقيات جديد مع أن تدغى الحركة ثانية نقش لكش بالتفاصيل أنه يمكن تنسيقيات جديد تمعني تدغى الحركة من أجل حكم ذاتي الريف معنى يتسبب بأن ذيني جنمد تنظيمي مهم جدا تسلية الحركة من أجل حكم ذاتي الريف والقاروية طبعا ذيني جن تقسيم جن تجديد تقسيم المهام جن عادة المكتب السياسي بجا ذيني جن عمل مشترك غاز ديري جن النتيجة تصبح حق المستقبل لأنه ما نايم فروض خانق أن طواق الأداء النضالي لنا
سواء تنظيميا فكريا سياسيا، لانه ماشي عقلنا في طور، عقلنا في طور البناء، مادام انه فقط عقلنا في طور البناء خصنا يمكن تسمى سجن الطاقه النضاليه مضاعفه. نضاعف شنو هي الطاقه النضاليه؟ الناس خصنا نتنعنوا هما انطوا حركيه ثانيه على المستوى التنظيمي، لانه التنظيم خصنا نسوا التنظيم نسوا ترتيب البيت الداخلي للحركه، لا ديال اللجان ولا ديال التنسيقيات، لان ما خصنا نسوا الحركه من اجل الحكومه ديال الريف باش يقدر يعرفوها. انا التنسيقيات كيعرف، انا التنسيقيات دي اوروبا. اذا منيا ديريج التنسيق جا التنسيقيات السكورجي ديريج عمل مشترك، هذه نيفين خطوات نضاليه ندرك سوا كيعرف نادي اوروبا نستاريس دي البرنامج النضالي للحركه من اجل الحكومه ديال الريف. وثنا تسمى من الجن مهم كذلك عاود انه مواطن لقاء التواصل ديال ندرك اللقاء الهدف من الحركة من أجل حكم التلفزيون اللقاء ديالنا تشارح ذاك الأفكار ينس التصور الرأي السياسي، لأنه مش من سوى الحكم الذاتي مخنزار شيء في حركة من أجل حكم التلفزيون شيء الحكم الذاتي يعني من تصور نص سياسي هكذا نشرح من هذه التفاصيل، لأن الهدف النور بالدرجة الأولى من الحركة من أجل حكم التلفزيون هو خلق جن وعي سياسي يعني. باش ديري اجن التربه خصبه انه قادر انه اتيري مواكبه الحكم الذاتي الناس وشنين اديري اجن عمل تدريج، لان ما خصناش نساو الحكم الذاتي اجن الدوله امثال اجن الدوله مجانيه انه من الصعب جدا، ولكن ما نيتزدش اجن العمل باش نسجل بالتدريج العمل ممكن حركه من اجل الحكم الذاتي في عمل متواصل. ربما ديال المتتبع باش نوضح قلق من اجن الغياب، العكس ديال الغياب خدمة هو داخلي الاساليب النص الامكانيات منه، وفي نفس الوقت نتوازى العمل الداخلي، لان ما يمي داخلني اجن طاقة نضالية مضاعفة، نتحاول ما امكن البيت الداخلي نطبق شي ترتيب ديري المستوى، وفي نفس الوقت كيفيا انسيو الخطاب نانسيو الافكار المتعاطفين غير ولا ما كيعرف، لانه باش نسيو العمل السياسي كيعرف اكثر الطريقة باش كنت لانه مثلا نهار داز لقاء التواصليه ام خلينا نعاود اللقاء السياسي الصيفي باش كنا ندوز ديال ميضا وسمعنا هي باش كنت تدريج نحاول ما يمكن نشرح الافكار لنا وسمعنا هي وتحيه نظريه مثلا كي نظريه.